طبعا تنبيه للمواطنين اللي هو ايوه الاعلان، قالت ايوه لهم لو سمحتوا نص منشور، قالت لهم ما تعودوش لبيوتكم ولازم ترجعوا تمام، وما تقتربوش من الجدار الامني بتاعكم، وقالت لهم انكم تروحوا جنوب وادي غزه انزلوا وسيبوا بيوتكم وسيبوا البنات واتجهوا الى واطلعوا الجنوب الجنوب. عشان يتلافوا القصه بتاعت مصر. هنشوف الصوره الثانيه يا مدام عزه بقى ايه دي صوره غزه. هم طبعا ادي غزه قدامنا واسرائيل والبحر المتوسط ودي مصر. الصوره اللي جايه بقى تقول لنا هم عملوا ايه بقى تمام. اللي هو جنوب وادي غزه، ان هم راحوا داخلين الحته دي القدامانيه اللي متهشره دي من بيت حانون ومدينه غزه ايوه اللي هي البيضه دي، وقالوا ان هم ارجعوا بعد الحته دي. ايوه الصوره اللي تانيه اللي بعديها بتقول لنا المساحه دي قد ايه يا مدام عزه؟ قد ايه؟ الصوره التانيه بتقول لنا كل غزه طولها 41 كيلو تمام، هم حددوا 19 كيلو بس عشان الناس تمشي منها التحرك، وعاملين لهم اسهم واتجاهات كله. هم يبداوا يهاجموا. هم كانوا مديني النهارده المهنه لحد الساعه 4 من ساعتين، صحيح صحيح، والمهنه خلصت. هم عايزين يدوا فرصه، وقالوا ان الطريق اللي قدامنا ده طريق صلاح الدين هو ده اللي الناس تتحرك عليه فيه، عشان هيضربوا يمين وشمال. لو حبوا يا مدام عزه ياخدوا ال 19 كيلو دول، القتال في المدن صعب، انما علاج الارض المحروقه ايوه هيشيلوا الدنيا كلها، مش هيخلوا بيت واقف. ليه؟ أيوة. لو في واحد قاعد ورا عماره بالار بي جي هيدمر كتيبه دباباتي ويوقفها، فهيضطروا في هذه الحاله انه سياسه الارض المحروقه هيشل كل ال 19 كيلو دول اي مبنى موجود. تمام، عشان كده مشوا الناس تجنبا ليتقال عليهم خسائر وهم يعني بتاع دوت، وعشان اما يضرب الارض هيشيل الدنيا كلها. ايوه، وبالتالي النهارده نقدر افكر كده واحنا بنحلل سوا، ده تحليل من عندي يا مدام غزه، اتفضلي، ان المنطقه دي نشوف الصوره اللي بعديها هيبقى فيها القتال، اعتقد هياخد لمده اسبوع، وممكن الاسبوع ده ما يخشش منه كيلو، عشان تعرفي لان القتال في الارض. وروني الصوره الثانيه يا شباب، الصوره الثانيه اهي. الحتت القتال في الارض المبنيه دايما يا مدام عزه بنسميها مقبره الجيوش. ايوه، بصي، فهم عايزين الحته دي هيدمروا فيها بالطيران، اللي هي بالاصفر دي يا دكتور سمير. ايوه، اللي هي بالاصفر دي. أيوه، اللي هي 19 كيلو. أيوه، وده اللي هم ناويين عليه، وانا بعتقد انه لو قدروا ياخدوها، وانا بقول صعبه جدا لان حماس عندهم حاجه اسمها مترو الانفاق، عاملين خنادق تحت الارض هيستخبوا فيها وهيطلعوا لهم، وهتبقى مجزره بالنسبه لهم اكتر ما هم عاملين مجزره، اكتر ما هم عندهم. وعشان كده النهارده المظاهرات في تل ابيب بتقول له انت بتغامر عشان سمعتك وعشان انت باين انك انت ما عندكش حاجه. فالفتره دي اسرائيل بتامل انها تستولي على الحته دي، وساعتها العالم يقول وقفوا، يوقف قال يعني قدام شعبه انه بالزبط عمل حاجه. بالظبط، نشوف الصوره الثانيه، ويبقى كده هو تقريبا يقدر يقف، انما لغى قصه زمان ان هو اللي هو الاجتياح. الاجتياح ده استحاله ينفذه لان داخل في منطقه سكانيه، فهياخد هو امله ياخد الجزء الاولاني ده عشان، ومصر طبعا احنا شايفينها على خط الحدود. نعم، ومصر عامله لحد رفح المصريه والفلسطينيه، فده تقريبا شكل العمليات. اعتقد العمليات ممكن تبدا بكره الصبح على القتال في اتجاه غزه، الا اذا كان هناك ضغوط من اتجاه اخرى، ولكن اشك ان نتنياهو عايز يعيد كرامته وكرامه الجيش الاسرائيلي باي طريقه ان يستولي على 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 هذا الاتجاه. ولكن ما زلت ما دام عايز بنقول لك انه سيجد انه سيكون هناك خسائر كبيره جدا في هذه الفتره المره اللي جايه. طيب دكتور سمير، في ظل كل اللي حضرتك قلته، وما ننساش كمان فكرة إرسال حاملة الطائرات الأمريكية للمنطقة، تمام، ما هو موقف حزب الله وموقف إيران؟ تمام يا فندم، نشوف الصورة اللي جاية اللي هي إيران. أيوة، أولا حاملة الطائرات اللي راحت دي أكبر حاملة، ولما طلع رئيس أمريكا قال إحنا بنحذر أي أطراف أخرى تتدخل. إيران اللي قدامنا دي
لها مشاكل طبعا مع امريكا عشان النووي، وكانت هناك امريكا عامله حظر على الفلوس بتاعتها في الخارج. صحيح. فالشهر اللي فات حصل اتفاق بين ايران وبين امريكا ان لهم 6 مليار دولار موجوده في في كوريا الجنوبيه. نعم. فاتفقوا ان 6 مليار دول بتوع ايران اللي عند كوريا تحولهم كوريا الى قطر اللي هي كانت هي اصل الموضوع. اه تمام تمام. وعشان لما يوصلوا قطر ايران عندها 5 مسجونين امريكان تطلعهم، ولو طلعوا تبقى قطر ترجع لهم ايه ال 6 مليار بتوع ايران. تمام. لما حصلت المشكله دي امريكا براحتك، لا ده يا قطر ما تحوليش الفلوس لايران. عشان ايران ما تحاولش تخش في الموضوع ده في الحرب دي اللي احنا فيها. الصوره الثانيه يا مدام عزه بتقول لنا ان ايران لها اذرع عسكريه في المنطقه، لها 4 اذرع. اول ذراع اللي هو حزب الله رقم 1 في لبنان. وده اقوى اذرع موجوده في المنطقه. نمره 2 في سوريا لها ذراع حزب الله في سوريا. العراق لها حزب الله والحشد. واليمن الحوثيين في اليمن. ايران مسيطره على الاربع جهات دول وبتديهم الاوامر. وعشان كده كان ترامب في امريكا قال لهم لو انتوا اديتوا ايران الفلوس دي هتصرف على الارهاب ده. تمام. ترامب حضرتك بتقول ترامب؟ ترامب اللي هو الحزب بتاعه يعني حزب الجمهوري في تمام حزب ترامب. معارض ان ايران تاخد الفلوس. مفهوم. بس انا ببسطها للناس عشان حزب جمهوري وديمقراطي. ايوه. فبتقول الحزب الاخر بتاع جو بايدن كان رافض ان ايران تاخد ال 6 مليار لانه هيصرف على الاذرعه بتاعته هنا. فالنهارده ايران مزنوقه لان حزب الله بيشتغل باوامر من ايران. فلو حزب الله فكر انه يهاجم او يعمل حاجه هتبقى اسرائيل في مشكله، عندها غزه تحت وحزب الله فوق. واحنا كعسكريين ما بنحبش نهاجم في اتجاهين. عشان كده الصوره الثانيه بقى اللي هي حامله الطائرات اللي جابتها امريكا في المنطقه. هل دي تخلي اسرائيل المساعدات دي تخلي اسرائيل تفتح اكتر من جبل للقتال؟ بقى اسرائيل بقى هتركز على غزه وعلى حماس. وحاميه الطائرات دي جايه عشان حزب الله. لو دخلت وهوبت طبعا، هو النهارده كل شويه بينكش بيضرب طلقتين هاون بتاع، كل ده كلام فاضي. انما حزب الله معاه ذخيرته ومعاه صواريخه وحاجه كبيره يعني. فعشان كده قالت له لو انت دخلت يا حزب الله ويا ايران هنمنع الفلوس. ويا حزب الله لو انت عملت حاجه، الصوره اللي بعديها بقى حامله الطائرات دي هتقوم بالضرب وهتقضي عليك تماما. والحامله بسم الله ما شاء الله فيها 4490 يعني 4500، تخيلي ايه ده. فيها 75 طياره. كل ده علشان عشان غزه. عشان غزه. تخيلي شوف اللي احنا فيه. فعشان كده يا مدام عزه الامور حقيقي يعني مضطربه. انا بتوقع ان بكره او بعده بالكتير اسرائيل تقوم بهجومها على غزه. هنشوف مزيد من القتلى ومزيد من الخسائر. واعتقد ان كل ده مضر لكل الاطراف في المنطقه والاستقرار. طبعا. واعتقد انها حرب او فكره او فيلم صفري النتائج، يعني بالزبط. قد يكون الجميع خاسر، محدش عارف، او قد تكون يعني، مش عايزه اقول اللي انا قلته في المقدمه في وجود حضرتك معايا عشان ما تبقاش مؤيد لافكاري او للحاجات الاسئله اللي انا بطرحها. بس دكتور سمير، هل تتوقع بالشكل ده يعني حضرتك كده شايف انه الغزو الاسرائيلي لغزه هيحصل؟ هي دي الحاجه، رغم ان انا من اول يوم كنت ضد الكلام ده لان الخسائر هتبقى كبيره، ولكن نتنياهو النهارده ده الحل الوحيد الى اراقه ماء الوجه، ولذلك مش هياخد غزه كلها، هياخد الجزء اللي احنا قلناه دلوقتي اللي هو طرح عليه ان الناس تهاجر هذا الكلام. واعتقد ده يمكن بكره او بعده بكتير خالص، مش هيطول. وهو النهارده سحب كل العناصر اليهوديه او الاسرائيليه اللي موجوده على نقول ايه اللي حوالين غزه حتى لا يضر. ولكن طبعا المقاومه لسه زي ما قلت لك من ساعه ضربه مطار تل ابيب.